للتعليق مشاهدينا على مقال جرعة لتحصين الشباب، يسعدنا أن ينضم معنا المدرب والمستشار الإداري والتربوي الدكتور محمد العامري. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا ومرحبا بك أخي كريم. في البداية دكتور محمد، التحدي الرئيس الذي يواجه العالم في الآونة الأخيرة هو بلا شك تصاعد خطر التطرف والإرهاب. برأيك دكتور محمد، ما هي الإمكانات التي يحتاجها التربويون بشكل عام والمجتمع لبذل جهودهم في تحصين الشباب من الفكر المنحرف والأفكار الهدامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنا أشكر لكم حقيقة اختيار هذا المقال الرائع والمميز، وأيضا اختيار هذا الموضوع لطرحه مثل هذه الأوقات. أخي الكريم، هناك كما ذكر الكاتب هناك نوعين من التعليم، هناك نوعين من التربية. نوع يقوم على التعليم وهو عبارة عن التلقين، وهذا النوع الذي يقوم على التلقين والتعليم فقط يسلب الطفل إمكانية ويسلب الشاب إمكانية الحوار والنقاش والتعلم من خلال الاستكشاف. وهناك نوع آخر يقوم على التعلم من خلال النقاش وورش العمل أو ما نسميه التعلم النشط. هذا النوع الثاني الذي يقوم على التعلم النشط يجعل الطالب عنده القدرة على التفكير والقدرة على اتخاذ القرار الرشيد والقدرة على حل المشكلات وموازنة الأمور. اليوم يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة أن نجعل أبنائنا يفكرون ويناقشون ويطرحون الأمور، وبالتالي نحتاج إلى مناشط وتعلم نشط وإدارة جديدة لعملية التربية والتعليم وإدارة جديدة لإدارة الصف. أما في البيت وعلى مستوى الأسرة فنحتاج أن يكون هناك تقارب أكثر ما بين الأم والأب وما بين الأبناء، حوارات نقاشات، أن تطرح الأمور بجراءة في الأسرة ونجعل عندها نوع من النقاش والحوار. نعم، كيف يتم هذا النقاش خاصة النقطة الثالثة اللي ذكرتها بين الأبناء والأب والأم، خاصة في استغلال التقنية في العصر الحالي؟ نعلم بأن الناشئ أصبحت حياتهم ترتبط بوسائل التقنية الجديدة، نتكلم مثلا على الأجهزة الحديثة والذكية. كيف يكون هذا النقاش ونحن نرى في المنازل دكتور محمد أنه هناك في فجوة بين الأب والأم وبين الأبناء؟ من الإشكاليات والتحديات نواجهها على مستوى الأسرة أن بعض الآباء هو نفسه الأب والأم قد يكون بعيد عن التقنية الحديثة، هو لا يعرفها، هو لا يعرف الإنترنت، هو لا يعرف استخدام تويتر، لا يعرف استخدام فيسبوك، وبالتالي أفضل طريقة عنده لمناقشة الأبناء هو عملية الحجب. يقول الأبناء لا تدخلون لهذه المواقع، يحذرهم منها، وهذه المواقع فيها خير وفيها شر. فالصح أولا بالنسبة للأب والأم أولا أن يبدأ عملية تثقيف الأب والأم بهذه المواقع وكيفية التعامل معها وخطورتها وإيجابياتها. رقم اثنين، نبدأ في عملية توعية الأبناء من خلال توقف عن الحجب والبدء في عملية إعطاء الابن معايير. معايير كيف يستطيع أن يحكم الأمور، كيف يستطيع أن يحكم ما يقرأه، كيف يستطيع أن يقول أن هذا سليم وهذا غير سليم. وليفتح الأب والأم صدورهم لأبنائهم لتقبل كل تعليقاتهم. واضح دكتور محمد، نقاش من بين الأب والأم. طيب دعنا نستغل الوقت دكتور محمد. طيب كيف ترى مدى أهمية تبني حوار معتدل قائم على الثوابت ومحافظ على وطنية الشباب وانتمائه، وبجانب التهذيب للسلوك نحو تحمل مسؤولياته الدينية والوطنية؟ بلا شك أن ديننا هو دين الوسطية. وما نحتاجه اليوم هو تعريف أبنائنا بجوانب الوسطية الموجودة في هذا الدين، وأن نربط أبنائنا دائما في أخذ المعلومات والفتوى والحكم الشرعي من هيئة كبار العلماء. وهنا يأتي دور الأب ودور الأم في التوضيح، ويأتي دورهم في عملية توضيح وسطية هذا الدين والأخذ دائما بأي صرف. طيب دكتور محمد، دعني أسألك السؤال هذا لعله هو الأهم بين المحاور التي طرحت. برأيك ما مدى الحاجة إلى إعادة صياغة العديد من المقررات الدراسية وتطويرها؟ نحن لسنا يعني فقط بحاجة لإعادة يعني في دقيقة لو سمحت دكتور محمد. ما نحن بحاجة له اليوم هو التركيز أكثر على ما يسمى التعلم النشط، والتحول إلى المدرسة تسمى المدرسة البنائية من أجل مساعدة أبنائنا على التفكير وتعزيز ما يسمى الأنشطة الطلابية في حياة الطفل. هل أنت إذن مع إعادة صياغة المقررات أو لا دكتور محمد؟ أو ترى بشكل حالي هي مناسبة؟ هي المناسبة، لكن الإشكالية في كيفية تقديمها، ليس الإشكالية في يعني كأنك نفسه. تبحث عن فصول مثلا تفاعلية لا تكون بتلقين بين يصبح المقرر أحد الوسائل المساعدة داخل الحصة. فنحن لسنا بحاجة لأن يكون عندنا مقررات أجمل والمقررات أفخم، نحن بحاجة إلى أنشطة التعلم. نعم، واضح دكتور محمد. إذا كان معنا المدرب والمستشار الإداري والتربوي الدكتور محمد العامري، شكرا جزيلا لك.